طيب الله أوقاتكم بالخير والمحبة، وأهلا وسهلا بكم طلبة الثانوية العامة في كل مكان إلى هذا الجزء البسيط والصغير من درس الممنوع من الصرف، وهو العلم المؤنث أو العلم المنتهي بألف وهمزة زائدتين للتأنيث. الدرس بحاجة إلى التركيز الدقيق جدا، ننهيه في دقائق بسيطة إن شاء الله. تعالوا بنا للأمثلة بسرعة. نأخذ الأمثلة: هيفاء، ميساء، لمياء، نجلاء، حسناء، جيداء، غيداء. كيسوا عليهم، كل علم مؤنث ينتهي بآء. منيح؟ تمام. شو بنقول عنه؟ بنقول إذا هاي الأسماء استخدمناها كعلم مؤنث فهي ممنوعة من الصرف لعلتين، لسببين: العلمية لأنها علم، والتأنيث لأنه منتهي بألف وهمز زائدتين للتأنيث. إذا وظفت كإيش؟ كعلم مؤنث فهي ممنوعة من الصرف لسببين: العلمية والتأنيث. تمام. والتأنيث يكون فيها لفظي ومعنوي، ولكن إذا وظفت على أنها صفة لشيء معين، لشخص معين، لإنسان معين، فهي ممنوعة من الصرف لسبب واحد. تعالوا بنا نطابق. إذا قلنا مثلا سلمت على هيفاء، لازم أقول اسم مجرور بالفتحة عوضا عن الكسرة، ممنوع من الصرف. إذا قلت سلمت على هيفاء ابنة خالي، هيفاء ممنوعة من الصرف لعلتين: العلمية والتأنيث. ولكن إذا قلت مررت بامرأة هيفاء جميلة، بصير عندنا هنا هيفاء ممنوعة من الصرف لسبب واحد، وهي علم منتهي بألف وهمز زائدتين للتأنيث، لأنه قصدنا في هيفاء امرأة رشيقة جميلة، فحينئذ تكون ممنوعة لسبب واحد. بتقيسوا عليها كل هاي الأمثلة اللي فوق، وكما ذكرت كل العلم المؤنث المنتهي بألف وهمزة زائدتين للتأنيث. أجا كعلم مؤنث ممنوع من الصرف لسببين، مجاش كعلم مؤنث، أجا لصفة معينة فهي ممنوعة من الصرف لسبب واحد، وهون الألف والهمزة زائدتين للتأنيث. شوفوا الأمثلة الثانية: صفاء، رواء، شفاء، إسراء، دعاء، نداء وفداء. هذول ممنوعات من الصرف ومش ممنوعات من الصرف حسب السياق. طب كيف نعرف ونميز؟ بهذه الطريقة. شوفوا، إذا باقي الهمزة منقلبة عن واو أو عن ياء، رجعنا شوي في درس الإعلام، إذا الهمزة هذه مش أصلية في الجملة، منقلبة، زي صفاء من الفعل المضارع شو هو؟ يصفو الجو مثلا، صح؟ فمنقلبة عن واو. دعاء يدعو منقلبة عن واو. نداء مثلا ينادي عن ياء. فداء يفدي عن ياء. فبالتالي إذا كانت، أو شفاء يشفي عن ياء، فإذا كانت منقلبة عن واو أو عن ياء لا تمنع من الصرف إلا إذا وقعت علما مؤنثا بس. أجت علم مؤنث ممنوع من الصرف، والتأنيث فيها إيش بكون فيها؟ معنوي. يعني شوفوا هالأمثلة، مش قلنا صفاء تزبط ممنوعة من الصرف وبتزبط مش ممنوعة؟ وإنت ممنوعة إذا أجت علم مؤنث، ما جتش علم مؤنث مش ممنوعة. مثال: أجا واحد قال لي في السماء صفاء، بقول في السماء صفاء مش ممنوعة من الصرف لأنه مش اسم بلد. تمام. قال وفي القرآن شفاء لما في الصدور، في القرآن شفاء لما في، هاي قبلة التنوين. ليه؟ لأنه شفاء هان مش اسم بلد، وإلا ما جتش، بدام ما جتش صفة أو اسم لبنت فهي مش ممنوعة من الصرف. أسرى بالرسول إسراء، فبالتالي أصبحت هذه مصروفة غير ممنوعة من الصرف. سمعت نداء خفية مش ممنوعة من الصرف، بس إذا جبت صفاء ونداء وشفاء وإسراء كأسماء بنات صرف ممنوعة من الصرف. فديروا بالكم في الدوائر، إذا كان لك كل ما آتي ممنوع من الصرف ما عدا، بدك تصير تكيس في هاي الشغلات. إذا كانت منقلبة عن واو أو عن ياء، الهمزة في هذه الأسماء لا تمنع إلا إذا وقعت علما مؤنثا، والتأنيث فيه إيش؟ بكون معنوي. وإذا كما ذكرت، ولكن يا جماعة شوفوا شو بصير. مررت بصفاء وهي تدرس. طب ما هي صفاء فوق مش ممنوعة، بس صفاء تحت ممنوعة. مررت بصفاء وهي تدرس، أو سلمت على فداء وهي تعمل أو وهي تدرس. صفاء هنا، صفاء وفداء ممنوعات من الصرف. ليه؟ لأنه استخدمت كعلم مؤنث، والتأنيث فيه إيش؟ تأنيث معنوي. أخيرا، إذا كانت الهمزة أصلية لا تمنع من الصرف إلا إذا وظفت كعلم مؤنث برضو، وإذا ما وظفناهاش كعلم مؤنث فهي مش ممنوعة من الصرف. نأخذ عندك مثال هناء.
هناء، الهمزة في هناء أصلية. إذا أجيت قلت أنا التقيت بهناء بدك تحط فتحة وبتقول التقيت بهناء ممنوعة من الصرف لأنه علم لسبب واحد. ولكن إذا قلت عشت بهناء وفرح، عشت بهناء ومسرة، صف شو هو؟ هذا صفت غير ممنوعة من الصرف. هذه الجزئية فقط خاصة في إيش؟ في كل الأعلام المؤنثية التي تنتهي بألف وهمز زائدتين للتأنيث. بتيجي بتشوف إذا توظفت كعلم مؤنث ممنوع من الصرف لسببين، إذا أجت صفة لشيء معين ممنوع من الصرف لعلة واحدة. الهمزة إذا كانت منقلبة عن واو أو عن ياء لا تمنع من الصرف إلا إذا وظفت كعلم مؤنث والتأنيث فيه معنوي لخلو من علامات التأنيث. ولكن إذا كانت الهمزة أصلية إذا وظفت كعلم مؤنث ممنوع من الصرف زي التقيت بهناء. ولكن إذا كانت الهمزة أصلية عشت بهناء ومسرة، يعني مش اسم بني آدم، اسم شخص أو اسم مؤنث أو علم مؤنث، فبالتالي هي تصبح غير ممنوعة من الصرف. هذا الجزء الخاص بالعلم المنتهي بألف وهمزة زائدتين للتأنيث. فأتأمل منكم أن تكون الفكرة وصلت، وإن كانت لديكم أي معلومات أو أي استفسار سريع أجيبوا عليه إن شاء الله. من هان امتحانكم ضايل له يومين يا جماعة، وأنا على استعداد تام أن أجيبكم على كافة استفساراتكم. أتأمل لكم النجاح والتفوق، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي ودعوة أصدقائكم من كل مكان إلى الاشتراك. إلى اللقاء.